محسن الحيدري صاحب المصنع الوطني للتمور. أنا بدأت حياتي من يوم ما خرجت من الكتاب حق سيدي مالك وأنا بصناعة التمور بعمل التمور. مع أنه كنا عايشين إحنا أهل المدينة كله أكلنا على التمور. وبيت ما فيه تمر معناته أهله جياع. عشان كده إحنا تربينا على التمر. أخوي الكبير اللي هو رباني اللي هو عبد الإله كان هو في سوق التمر. وأنا لما خرجت من الكتاب ما كملت. جيت على سوق التمر عشان أساعد أخويا. يعني هوايتي ببيع التمر. فدخلت سوق التمر يعني ما كان التمر بأي طريقة. يعني التمور مو بتبدأ بس بالتمور، لا، التمور لها طرق. أول ما تبدأ بالصربان، بعدين بالزهو، بعدين بالرصب، بعدين بالتمر. هي بس مرحلة تدخل على ورك على التمر؟ لا، ما يصير. إن كانت في الأرضية وتيجي فوق المراحل، فوق الجمال، فوق المهايم، ما كان بهذا الشكل. وما كان التمر هذا الموجود حالياً. كان تمور المدينة حوالي 30-40 صنف. دحين تمور المدينة ما في منها ولا 5 أصناف، كلها اندثرت. مع أن المزارع يبغى ثمور غالية عشان النخلة تجيب له 1000 و1500 ريال موزي. أول ما يهم المزارع إنه يكون لازم يكون مشكل البلاد عنده المزرعة فيها كم نوع. شوف، احنا كنا نودي التمور لوزارة الزراعة. كان وزارة الزراعة يسلعنا التمور ناخذ على الطن 1200 ريال. خدنا معاهم حوالي 10-8 سنين بعد الحال. بعد هذه المدة قالوا بدنا نقفل واللي عنده استعداد يسوي مصنع. بس اكتسبنا خبرة من مين؟ من وزارة الزراعة. عشان نودي التمور نقعد نتفرج، اكتسبنا الخبرة. التمر ناخده من الأسواق بالدلالين، نوديه على فين؟ على المصنع. أنا عندي حراج كمان، مو عندي المصنع هنا، أنا عندي دلالة. ينزل التمر عندي في الحراج هناك، أحرج على التمور. بعد ما أحرج أشتري التمور اللي أحتاجها، تجي السيارات حقتي تشيلها توديها على المصنع. لازم إحنا نخزن يا ما يقل عن 1000 طن، 1500 2000 3000 طن بالثلاجات، نخليها هذه جاهزة حسب الطلب اللي بيجينا من جميع دول العالم. لما يجيني طلب مثلا منك انت مثلا تبغى 20-30 طن، اروح ادور بضاعة بالسوق، لازم يكون البضاعة عندي بالثلاجات. بعدين لما يجينا الطلبية نهدر التمور من الثلاجة. طبعا التمور تندر من الثلاجة، التمور باردة ما نقدر نستغلها، نخليها 24 ساعة عشان تفك من البراد. ندخلها على فين؟ على غرفة التبخير. نبخر التمر، بعد ما نبخره نندله ونغسل التمر. بعدين نجففه. بعد التجفيف يدخل على صالة التصنيع. انفرز وتصنع. بعدين يدخل ثلاجة ثانية. لين التحميل، بعدين نحمل على أي بلد في العالم نفس اللعبة التمر. الحجاج كانوا يجونا من شهر رمضان، يجونا بالبواخر عشان يجوا على جدة. من جدة يركبوا بسوق دف على الجمال للمدينة بين 6-7 أيام مسافة بين المدينة وجدة. يقعدوا بالمدينة 15 يوم، يرجعوا ثاني مرة على فين؟ على جدة، ويطلعوا على مكة. خذوا لهم كمان 9 أيام عشان يوصلوا مكة. يعني بالحاجة كان ياخذ شهرين، يقعد شهرين ونص عبال ما يرجع بلده. دحين لا،
يعني في بعض الحجاج 3 أيام 4 أيام هو راجع بلده. إحنا الوضع تغير، طيرانهم هم أول لا، كان كله على البواخر والجمال، شقادف كل اثنين يركبوا فوق الجمل، واحد منا واحد منا، ويجروهم 30-40 جمل إلى أن يجوا في المناخة ينزلوا. ما كان في فنادق عندنا، راعي البيت يفضل دور التحتاني يطلع فوق عشان يأجر إيش السفن، عشان ما كان إلا فنادق ولا شيء. في حاجة إمكانيته بسيطة، يبغى رخيص أبو 10 ريال، في حاجة يبغى أبو 5 ريال، في حاجة أبغى أبو 100 ريال، بيجي الحاجة هنا تجد جميع الأنواع اللي يبغاها، كل مين على حسب إمكانيته بياخذ. مثلا هنا مثلا 2 ب15 ريال، يعني هنا 15 ريال، هنا ب10 ريال، هناك ب100 ريال، هناك ب80، هناك ب50، يعني كل مين ياخذ حسب طلبيته، اللي يبغى عجوه ولا يبغى عنبره ولا يبغى المجدول ولا يبغى صقعي ولا يبغى، يعني كل مين، ولا يبغى باللوز ولا يبغى بالشوكولاته، كل مين موجود التمر. هذه العلبه فيها 7 حبات، انا مسويها السنه اول مره، يعني يجي الحاجي بده مثلا يدي هدايا ياخذ له 10-12 حبه يقسمها هدايا، يعني شيء جدا حلو. يجي يفكها حسب الحديث، يندي 7 حبات ياكلها او يوزي منها مغلفه جاهزه، كل شيء مغلف على اعلى مستوى. الغمامة قدامه مزارع وخلفه مزارع، مسجد الغمامة اليوم فين؟ مو عند الحرم؟ لصيق الحرم؟ الداودية وبلاد أبو ترجمان جنب مسجد الغمامة، سوق التمر اللي انهد كان المحمدية اللي هو على راس الكوبري، يعني جنب الحرم كلها مزارع، دي المدينة تمشي من زندل من باب العوالي إلى توصل آخر قربان، ده كله مزارع، العوالي كله مزارع، العيون تنزل من العيون، يعني من بعد المحطة حقت تركيا إلى توصل آخر العيون كلها مزارع وعيون. كان أكل أهل المدينة عيش وتمر وشاهي أحمر، فنجان الشاي الأحمر قدامه وصحن التمر وقرص العيش، هذا أكل أهل المدينة أشكلهم. وكيلو اللحم بكم؟ بريالين، بريالين ونص بس، فين الريالين وفين الريالين ونص؟ ما هي كانت موجودة عند أحد، كان العامل يشتغل بنص ريال في اليوم.